انه بمجرد وصوله القاهره كان يعني التحالف بيكمل وبيتم رؤيته حتى لو لم يتم الاعلان عنه، وبدا الكلام بتاعه بانه جاي هنا علشان يقول كل نتائج اجتماعات سوتشي اللي كانت موجوده فيها روسيا وتركيا وايران، واللي مصر ما بتبقاش موجودة فيها ربما على طاولة التفاوض، لكن ربما تكون موجودة خلف طاولات التفاوض. علشان كده كان مهم جدا جدا ان يتم نقل ما دار في سوتشي وما دار في حميميم مع الرئيس بشار الأسد لمصر، يعني من قدم رؤية الحل في المشهد السوري. ده مهم جدا جدا، ونقدر نقرا ما بين سطوره من تعبيرات وجوه القياده المصريه والروسيه ونشوف ده معناه ايه. وهنا هيبقى في سؤال مهم جدا نشتغل عليه مع بعض، هل بنعتقد او المتخصصين يعني بيقولوا لنا ان كان في طرح للخطه بالكامل واطلاع الرئيس المصري على كل المتغيرات وكل الاوضاع، سواء ما جرى في سوتشي، سواء استقبال روسيا للرئيس بشار الاسد في الزياره الاولى اللي خرج فيها، سواء فيما تم في قاعده حميميم وما تم التوافق عليه، خاصه واحنا مش لازم نكون ناسيين ان العين الثانيه بتاعتنا بتقول ان في جوله من المفاوضات بتحتضنها جنيف بعد محاوله يعني أقلمت من يسمون أنفسهم بالمنصات أو المعارضة اللي كل واحدة منها حسب هوى الدولة اللي هي فيها ممكن تقول حاجات كتير. علشان كده كان مهم جدا جدا ناخد بالنا إن الرؤية المصرية لمشهد سوريا اللي مصر قالت إنه على المسرح تبقى روسيا بتقودها وتبدو في المشهد أنها منفردة، ومصر موجودة خارج طاولة التفاوض المباشرة، ودي جزء من آليات الفعل للدول العظمى لازم تتعودوا عليه. يعني اللي بيقولوا لكم أصل فرنسا هي اللي حلت عودة الحريري، اضحكوا من كل قلبكم بكل ثقة، لأن لازم ناخد بالنا إن الدولة المصرية قبل أي حركة للرئيس الفرنسي أعلنت ده من شرم الشيخ على التلفزيونات الأمريكية نفسها. لازم ناخد بالنا، هل ده معناه إن الدولة دي هي بتقول لكن هي مش موجودة؟ هي موجودة، تأكدوا من المعلومة اللي بقولها لحضراتكم، بس الوجود ده مش مطلوب انه يبقى تحت دائرة الضوء بالكامل، يعني مش لازم يبقى أمام الكاميرات وفي المؤتمرات الصحفية.